لو سألت الكون من عرشه إلى فرشه وقلت من خالقك لأجابك الكون كله هو الله. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجبال الرواسية. سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، وسل هذه الأنسام والطير شادية، سل الليل والإصباح، سل الأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد سارية. فلو جن هذا الليل وامتد صرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. تعليقا على ما قاله أستاذنا الشيخ رضا، وكان بودي ان استمع اكثر من ذلك منه، فهو اخوانا ليس قارئا فقط انما هو من هيئة كبار العلماء، وتكلم عن حبنا لحضرة النبي وعن سماعنا للقرآن وعن الام، وخد حاجة حلوة قوي ونفسي طالما احنا في الجامع نسمع، نصلي على سيدنا النبي ونسمع. حدش يتكلم مع الثاني. طبعا يا كلاب طبوس عدو. صليتوا على الحبيب. ما هو سيدنا النبي بيقول لك يا صحابة من الله الكريم الاكرم ليتلوه بصوت يصل الى القلوب فيكون القلب بالقرآن انور. ابن جامعة الازهر الصوت اللامع المحبوب انور الشحات محمد انور.
ما Thank you.
you
يا أنور الشحات محمد أنور.